ضيافة نادي الزمالك أحمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدار من اليمين للشمال عمر جابر، وانطلقت المباراة على بركة الله، والغزوة الأولى والمحاولة الأولى والتصويبة الأولى إلى خارج المرمى. كان يفكرنا يعني بهدف حسين ياسر محمد اللي جابه مرة في الدقيقة الأولى من زمن مواجهة الزمالك والأهلي. عموما عمر جابر، علي جابر، أحمد دويدار، حمادة طلبة، حازم إمام، إبراهيم صلاح، أحمد توفيق. أي رجعت مرة تانية كرة تريزيجية، ولد بيلم كرته بشكل حلو، يعدي يضغط عليه ياخدها من قدام ابراهيم صلاح، برضو يا ولد يا ابراهيم دغل، وحكم اللقاء بيقول يلعب طريق سبلمة حلوة يا احمد يعيد، جميلة وعدى مرة تانية اجمل من باسم، وعدى وهو صاحب مهارة، وفي دفعة من حسام عاشور، حكم اللقاء بيقول ايه، بينادي على بحرة لاحمد عيد عبد الملك اللي رقص مرتين زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم في الاعادة، خدها بشكل حلو وصاحب مهارة، وبعدين جاء على طول يعني كتف بكتف، لكن من اساطين الكره الاوروبيه. لكن شوفوا الهجمه المرتده، شوفوا هنا الانطلاقه، شوفوا هنا تريزيجيه اسرع من يصل الى المرمى وتخبط في ظهر جبر وتطلع بره الملعب، تطلع بره الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي هي الاولى في هذا اللقاء. هذه هي ملعوبه مخبطه في ظهر عكس اتجاه احمد عيد عبد الملك اللي بيتحرك ناحيه الشمال وعايز يلعب العرضيه، ولعب العرضيه خطيره معديه، انما على طول بيطلع نجيب، وصبر رحيل يستلم، لعب مع الحارسين، لكن ادي الركنيه اتلعبت وعلى حدود ال 18 تشويه قويه، روعه 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 يا وليد سليمان. واعتقد ان العرضه مش الشناوي، هنتاكد من الاعاده، ودوما في الاعاده افاده، انما ايه طلقه، ادي حازم امام، حازم امام برضه مقفول عليه من صبر رحيل، انما بيعدي وياخد الكره داخل منطقه 18 يا ولد، واحده بواحده، انما الكره عاليه هنا، مستنيين طبعا كلاسيكو النهارده. الصحافه المصريه كلها متكلمه، لا حديث ولا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو. ادي قلشه من مسعد، ده الارتباك ودي الاعصاب، كتر خيره اول مباراه. الاخبار بتتكلم على كلاسيكو القاهره، سباق بين السنوات السمان والعجاف، وفي العنوان كثير من التفاصيل. الاهرام عنوان صريح وواضح، لا تذهب خارج البيت هذا المساء، واضبط ساعتك على السادسه. الكل طبعا متحلق امام الشاشات يتابع. اما الجمهوريه، الكلاسيكو يعزف لحن الحلم والطموح، حلم الزمالك وطموح. لعب على طول بيطلع ابراهيم صلاح، ترجع من حسام عاشور، وليد صلاح ياخد فاول على طول جنب اللعبه، حكم اللقاء توني شابرو الفرنسي، ومدي القرار وبيفض الالتحام بسرعه. مش عايزين كلام، عايزين مباراه تمر بهدوء، نشوف كده مباراه هادئه جميله على مستوى قمتي الكره المصريه، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، ونسعد دايما ان شاء الله بيهم، نتمنى كل التوفيق اليوم، لان هم عماد منتخباتنا الوطنيه، بلا شك محتاجين الدعم والتركيز، ويعود منتخبنا الوطني لوضعه الطبيعي بعد 3 غيابات عن بطوله الامم الافريقيه اللي بنتابعها، لكن بلا نفس طبعا وبلا اهتمام جماهيري للشارع المصري، لكن بطوله بالمناسبه بنهني منتخبي العربيين الشقيقين الجزائر وتونس لصعودهم لدور الثمانيه في هذه البطوله، نتمنى لهم كل التوفيق ممثل العرب في هذه البطوله. ضربة حرة لصالح النادي الأهلي، لسه حكم اللقاء بيحذر هنا وبيدي توجيهاته، ادى انذار وحيد حتى الآن أحمد عيد عبد الملك. عمر على طول، جابر حطها خطيرة المرة دي داخل منطقة 18، بيدور مين معاه؟ محدش معاه، رجع إنما مقرية، ومرة تانية الكرة زملكاوية على حدود ال 18، الخطورة قائمة، المحاولة أرضية زاحفة سهلة عن صورة المواجه المدرج المواجه المقصورة، لكن بيخرجوا وتصويبها جنب القايم وتطلع وتبقى ضربة ركنية، والركنية نجوم الاستوديو. هنشوف اللعبة دي مكان مميز على اللعبة، أيمن حفني هل هتتلعب؟ وادي مصعد عوض وتوجيهاته، وادي دفاع النادي الأهلي كله، هل أيمن وبيلعب على القايم القريب جنب القايم، رايح معاها مصعد عوض كبير، يعني يتجاوز يمكن 500 أو 1000 في المدرج هنا من الطرفين. وادي واحدة تاني وتطلع محاولة للنادي الاهلي، وعماد متعب وبيلعبها سهلة على طول في ايد احمد الشناوي. بالتمام والكمال اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان والتلفزيون المصري، والتعادل السلبي بدون اهداف، وايمن حفني من ناحية الشمال وعرضية حلوة، جول 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 ايمن حفني،
عدت وخدعت مصعد عوض كلنا افتكرناها بره وهي راحت في الزاويه من فوقيه، وايمن حفني في الدقيقه 31 بيسجل هدف البدايه لنادي الزمالك لترتفع على طول الرايه البيضاء زي ما بنقول وتشجيع جماهير نادي الزمالك. ادي المقصوره الرئيسيه مجلس اداره نادي الزمالك تقريبا بالكامل وعدد كبير، لكن ايمن حفني كابتن اشرف عدى، ادي اللعبه ادي اللعبه، خدعت مصعد عوض وعدت من فوقيه وراحت في الزاويه اليسرى العلوة، هدف أول لنادي الزمالك بعد 31 دقيقة، الزمالك 1 والأهلي لا شيء. إذن يتقدم الأبيض على الأحمر بهدف، يتقدم الزمالك صاحب الأرض والضيافة بهدف بيتعاد قدام حضراتكم. جميل 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 خدع، والهتاف الآن يا رب يا رب. ووليد سليمان بيلعب الكرة على طول عالية داخل ال 18، جول جول الحويان، الحويان يتألقان فوق بساط 30 يونيو، مفيش حد أحسن من حد. كابتن خالد كامل كان بيقول لكم انظر هنا وانظر هنا، كورنر هنا وكورنر هنا، وادي هدف هنا وهدف هنا، فرحة أولى هنا وفرحة أولى هنا. في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 34. يا من تشاهدون اللقاء، الإثارة تهبط فوق سماء استاد 30 يونيو بكرتين وشبيهتين متشابهتين، خدعت الأولى مسعد عوض وخدعت كرة الحاوي الأول يعني أيمن حفني، الحاوي الثاني في هذا اللقاء رغم أنه الأكبر، إنما الكرة بتعمل باند كده من قدام عماد متعب والأقل من الجماهير، الجماهير غير المقصورة. وفي كلام شايف برضو شد، في شد في الناحية التانية برضو، ناس بتدخل وناس بيحاولوا خرجوا، إنما اللعب مستمر ولسه سليمان بيصوب إنما إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لنادي الشناوي طبعا أنقذ الكرة اللي تقدم فيها، وادي هنا عالية لفوق خدها لفوق، حكم اللقاء على طول بيقول ضربة مرمى، انما اثنين من الاهلي وواحد من الزمالك واعين على الارض. علي جبر بيطمئن على عماد متعب، زملاء تعدى من الثلاثة ما شاء الله، عدى عمل العرضية بوش رجله خارجي، دخلوا على بعض، دخلوا على بعض الثنائي الهجوم، هدفين هدفين او هدفين، بدا على طول ايمن حفني في الدقيقة 31 وتعادل وليد سليمان على طول في الدقيقة، هيلعب وادي على طول الكرة العرضية وتاني محاولة وباسم على اللي بيحاول وترجع الكرة وتصويبة بالقدم اليسرى وتاني أيمن حفني جنب القايم وفرصة ضايعة، عيد 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 ناحية الشمال، محاولة تاني للمرور لسه توصل على طول وتصويبة وتغطية من النادي الأهلي، ترجع تاني الكرة صفارة وفاول، حكم قال العب اتاحت فرصة اتلعبت وتبدأ هجمة للنادي الأهلي، لكن لسه الكرة مع رز بيلم كورته محمد رزق عايز يغير الناحيه الثانيه، حسام عاشور طلع له الناحيه الثانيه، وليد سليمان طلع معاه باسم علي، وليد سليمان ادى لباسم علي ناحيه اليمين يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه وبيطلع دو دار، لكن لسه خطر توصل على طول لرزق، رزق يلعب ناحيه الشمال، التريزيجيه يلعب العرضيه تخبط في السكه ترجع لرزق، شايط ترجع تاني شايط عبد الله ترجع تاني وليد اللي شاط تاني النادي الاهلي، هجمه سريعه للحمراء تاني وليد سليمان عايز ياخد على الخط، خد ضربه حره مباشره عايز ياخد فاول، خد فاول من مكان مميز جدا، مكان مميز جدا اعزائي مشاهدي الحاوي، ايمن حفني لوحده بقى عايز يعمل، شوف خايف من الفاول، خايف من الفاول لان عنده انذار تتلعب على طول هناك ناحيه احمد عيد عبد الملك، ممكن يسدد على المرمى مباشره بيلم الاولى الثانيه والمرمى مشرع يا حفني، الكره قدام ايمن حفني، الزمالك فرصه احلى صبري وطوع منه الكوره وخد عمر جابر ينطلق وتقدم ويعمل الارضيه خطيره 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 ومره ثانيه وثالثه ورابعه، الخطوره متكرره وموجوده وحاضره، لكن ارتبك باسم مرسي وضاعت فرصه هدف ثاني لنادي الزمالك، مفيش كلام، ادي استلام هنا من تريزيجيه ترقيصه بلمه ويعمل فاول مع احمد عيد عبد الملك ويبقى خطا لصالح النادي الاهلي، انما بقول لحضراتكم زحلقه كده لصبري رحيل في نص الملعب بيلم كورته يلعب لوليد سليمان، وليد سليمان لصبري رحيل، صبري رحيل بيلعبها لوليد على طول الرقابه معاه، بقول لحضراتكم بيلعبوا معاه مان في اي مكان، وادي على طول فيها فاول ومدي القرار الحكم، ادي اللعبه اهي ومدي معاه حازم امام كان في اللعبه اللي فات وادى القرار حكم اللقاء توني شابو، مدي القرار ادي جريده الراجل ما اداش ما عادش على الدكه، وليد سليمان نزل له الجهاز الطبي نتمنى السلامه، بفكركم النادي الاهلي ما عملش ولا تغيير، نادي الزمالك
عمل تغيير واحد في الملعوبة. مرة تانية أهلوية اللعب التعاوني من قدم أبيض لقدم أحمر، وصفرة النهاية. سيداتي يا نساتي سادتي مشاهدين الكرام، مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، أطلقها الفرنسي